نتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر. الفيديو ديال اليوم اخوتي غيكون سبيسيال ديال بصح، بحيث غنسيلو الرحيم مع خوتنا وحبابنا الالمانيين، وبالخصوص لالا مولاتي البي ام، مولات الشعار ديال The Ultimate Driving Machine. الموديل اللي غنهضرو عليه اليوم اخوتي مكروه في العالم باسره، والاغلبية كيوصفوه بـ The Ugliest 5 سيري ايفر، وبالعربية تعربت اقبح وابشع سيري 5 نتجاتها الشركة. وفي الوقيتة فاش طلونسات كلشي ناض يسب ويعرق في الديريكتور ديال الديزاين ديال بي ام في ديك الوقيتة، كريس بانجل، واللي في نظرهم هاد السيد اتكرفص ومرمد التراديشنال ديزاين لانجويج يا الشركة، خاصة ان لي فان ديال بي ام كان عاجبهم ديزاين الكلاسيك ديال او 39. وخا بيني وبينكم اخوتي هاد او 39 مملة وكئيبة، والام 5 الوحيدة اللي بالنسبة ليا كان عندها الكاركتير وكاريزماتيك هي الاو 34 اللي ديزايناها اير كولد سبادا، والحملة اللي ناضت ديك الوقيتة على الاو 64، والاو 60 فحالها فحال الحملة اللي ناضت في 2020 على السيري 4 بسبب الكالندر اللي تقدر ترد شوية في اي وقت. الفرق اللي كاين هاد المرة ان العجاجة كانت كبيرة وخلت البي ام تستغنى على هاد شوية في السيري 2 والسيري 3 والسيري 5. الله، وباش بلا ما نطول عليكم على ضيفتنا اللي سماوها بالقرش وتقدر تفترسنا، وقفوا ورحبوا معايا على البي ام او 60، صفقوا عليها. هاد سيري 5 اخوتي هي السانكيام جينيراسيون، وشدات سوارت في 2004 وتروستيلات في 2007 باش في الاخير تشد تقاعدها وتسلم سوارت للسيزيام جينيراسيون في 2010 واللي معروفة بالاف 10. هاد الاو 60 تباعت منها علين 1.5 مليون حبة في العالم، وتاسومبلات في روسيا ومصر والهند وزيد وزيد. وقبل ما نبداو نهضرو على الستيل والديزاين ديال الانتيريور والاكستيريور والفيابيليتي والكونسوماسيون ديال الماطر اللي كيجيو فيها، غنهضرو اخوتي على الموديل اللي شفع ليها وحبب الناس فيها واللي هو الام 5. هاد الام 5 لونسات في 2005، بحيث كلشي كان متوقع انها تخرج بموتور في 8 حالها فحال الاو 39، ولكن الصدمه كانت قويه. البي ام هنايا تهجرت العالم، بحيث سرعت فيها موتور متوحش واللي هو السايت ليدر فيديس اسبيراسيون ناتورال، يخرج لينا 500 عود و 520 نيوتن متر في الكوبل. الزيرو اسو هنا كيتدار في رمشه عين وفي حدود 4.7 ديال الثواني، والتوب سبيد ليميتي الكترونيكمون في 250 كيلومتر في الساعه، وبو واحد سامبل روبروغراماسيون الفيتاس كتوصل حتى 329 كيلومتر في الساعه. هاد الموديل اخوتي كيتعتبر سليبر، بحيث بواحد سامبل كليك على واحد البوطون سميتها الام، البويسونس كتليميتا في 400 عود، والطوموبيل كتولي ملك فوق الارض مرصنه وسيفيليزي، تقدر دي بها وليداتك للمدرسه وتمشي بها للسوبر مارشي وتجيب عليها التقضيه، خاصه ان الكوفر ديالها كبير وكيهز حتى 500 يترو. برك عاود ثاني على البوطونه ديال الام، الشيطان اللي فيها كيفيق من القلبه، والاصوات ديال واحد الشريره كيبداو يتسمعوا من الكواد اكزوست اللي مصنوعين من ستينلس ستيل، وخاصك تكون مرزن ومعمر قلبك بالايمان باش ما تخلع ما تهجر، بحيث غلطه وحده منك غتلقى سيدنا عزرائيل قدام. المشكل الوحيد في هذا الام 5 هو الجير بوكس واللي سميتو الاس ام جي سيكوانشال مانيوال جير بوكس ساترابور، بحيث المتعه ديال لي زاكسيلاراسيون والبومباج ديال الادرينالين كيستمر حتى ل 8000 ار بي ام. هنا كيجي الدور ديال الاس ام جي اللي خاصو يبدل الرابور، وفي غالب الاحيان كيكون ناعس وما جايب للدنيا اخبار، وخاصو تانية على الاقل باش يلاه يفيق ويجري مع العالم، عاد كيدوز ليك النكست جير. البي ام اخوتي كون عولات على هاد الاس ام جي كانت غتكرفص هاد الدبليو 211 63 ام جي، ولكن لحسن حظها الفيديس والطون ريبونس ديال البيدال داكسيليراسيون والكويك ستيرين ديال السيرفوترونيك صوفاوها وخلاوها تكون اون ليجوند اللي ما عمر كان شي واحد يحلم بها. والبي ام اخوتي براسها تلفات الورقه اللي كتبات فيها المقادير وما بقات عارفه كيفاش تصنع وحده اخرى. هلا، علاش قلنا هادشي اخوتي؟ حيت من غير هاد الاو 60 والاو 63 ما عمر البي ام زعما تخرج طوموبيل اخرى بهاد 5 سيلندر فيديس. هاد الصاروخ اخوتي تقدروا تلقاوه في المغرب بثمن ما غيفوتش 17 حتى 18 مليون، في حين في برا البري كيطلع حتى 30 ويقدر يوصل حتى 60، في حالتي الا كان مديور ليها السواب من الاس ام جي لبواطا فيتاس مانيوال زد اف مولات 6 ديال الفيتاسات. يلا اخوتي بارك علينا من الفانتازيا والساينس فيكشن، ندوزو نهضروا على الاكستيريور ديال الاو 60. والصراحة تقال وخا شرفات وهرفات ما بانوا فيها لا تجاعيد ولا ترهلات، وكتبان فرش على الاف 10 واللي ما عارفش فوقاش خرجات يحلف عليها الى موديل 2017 ولا 2018، خاصة الى انستاليتو فيها شي افتر ماركت هيدلايتس اللي فيهم ستيل ديال الام 4. والبلان اللي غيصدمكم اخوتي ان الديفلوبمون ديالها بدا في 97، واللي مهم ان هذا الديزاين كيزيان في الام 5 وفي لي موديل اللي ايكيبي بالباك سبور واللي كيجي بالجوانت ديال 17 واللي معروفين بالام ريد ديال سبوك.
كيزيان عامة في لي فيرسيون ديال الفيس ليفت 2017 الفوق. بالنسبة للانتيريور الصراحة خويبة سيرتو في لي فيرسيون ديال البري فيس ليفت وكتزيان في لي فيرسيون ديال الفيس ليفت. بالنسبة إلا بغيتو البيرفورمانس ديال الام 5 وما قادينش على الكونسوماسيون ومشاكلها اللي ما كيساليوش، عندكم خيار آخر واللي هو الاو 60 535 دي اللي كتجيب الباك سبورت فروم ذا فاكتوري. هذا الموديل بالضبط كيبارطاجي نفس الكونفيغوراسيون ديال السسبنسيون مع الام 5 واللي هما الماكفيرسون فرونت ستراتس والرير ملتي لينك، بحيث هابط ب 15 ملم على لي فيرسيون ديال لونتري دغام. وديروا في بالكم اخوت ان هاد لي سسبنسيون قاصحين كاع بصح، والنبشه الا كانت في الطريقه تحسوا بها في لابيتاكل. بايلا ما عندكمش مع ستيف رايد كاين الفينيسيون ديال الاس او اللي مجهز بدي سسبنسيون مقاصحين مرطبين. البلان الواعر هنا يا خوتي هو التون ريبونس ديال لاكسيليراسيون اللي فات الفيرسيون 530 اي وميم ولا في حالو فحال 5 لتر في دي ستي دي اي في الديليفرونس ديال التورك. البلان الواعر هنا يا خوتي هو ال 50-50 ويت ديستريبيوشن اللي كيخلي الطوموبيل تكون رشيقه وخفيفه في لي فيراج. وهذا الموديل بالضبط مسميين عليه ذا ديزل ذات كولد بيت ان ام 5 واللي كيعطيكم لي سونساسيون ديال ام 5 والكونسوماسيون ديال الجولف ويت جي تي دي مثلا. هذا الموتور المعجزه هو 3 لتر اون لين 6 سيلندر التوين توربو كيخرج لينا في الفاز ا 272 عود و560 نيوتن متر ديال الكوبل، وفي الفاز 2 286 عود و580 نيوتن متر، يعني زايد ب 60 نيوتن متر على الموديل ديال ام 5. الزيرو اسون كيتدار ما بين 6.4 ديال الثواني حتى 6.5 ديال الثواني، والتوب سبيد محدوده الكترونيكمون في حدود 250 كيلومتر في الساعه. البلان الواعر هنا يا خوتي هو الكونسوماسيون ديال هذا الموتور ما كتعداش 7%، في حين ان الام 5 تقدر توصل حتى 20%. ونحمد ربي ونشكره انه ما كيجيش بالبواطه الهبيله ديال الاس ام جي، بحيث كيجي اسوسي بالبواطه فيتاس اوتوماتيك ستيبترونيك 6 ديال لي رابور، واخا ماشي اوتوماتيك وبلانها نقدروا نشرحوه في شي حلقه اخرى. هاد البواطه كتجيب جوج ديال لي مود، يا اما المانيوال سبورت اللي تقدر تباسي لي رابور بالبادل شيفترز اللي كاينين ورا الفولون، ولا الفول لي اوتوماتيك مود واللي كيتكلف هنايا بالباساج والاي سي يو ديال البواطه. بالنسبه للحوايج اللي تقدروا تلقاو فيهم مشكل في هاد الموتور، عندنا نعمه ديال البواتي ديال البريشوفاج اللي تقدر تحرك، هنا الفويون ديال البريشوفاج في الطابلو يا اما غتبقى تسني ولا تقدر تبقى شاعله، ولا تقدر تشعل معاها حتى الفويون ديال التشيك انجن. الديماراج هنا غيولي صعيب، وفي الغالب غتلاحظوا الدخان زرق خارج من لي شابمون، والحل ساهل ماهل، ترومبلاسيو هاد البواتي ولي بوجي ديال البريشوفاج بسته بيهم. مشكل اخر في الغالب غيطيح عندكم بسبب البواطه فيتاس ستيبترونيك. البي ام هنايا في المانيوال ديتيليزاسيون كتقول على ان هاد البواطه سون فيدونج، يعني الزيت اللي كتخرج بها من لا ميزون ما خاصهاش تبدل. وهنا فين كيوقع المشكل، بحيث اي زيت كيف ما كانت وبسبب السخونيه والبروديه ضروري ما غديتيريورا مع الوقت. هنا الكونفيرتيسور ديال هاد البواطه كيلاشي ولي فيتاس كيوليو يدوزو معطلين، فإلا لقيتو شي بريكولور غادي رومبلاسي لكم غير الكونفيرتيسور، اما الا لقيتو شي طبيب غيبدل لكم البواطه كامله. وكيف ما قلنا اخوتي من قبل، هاد 535 دي فيها نفس السسبنسيون اللي كاينين في الام 5، يعني الاير سسبنشن اللي يقدروا في اي لحظه يطيحوا اون بان، يا اما بسبب الكومبريسور ولا بسبب شي فويت في الريزرفوار ولي زرباك. ما نساوش الكوليكتور دادميسيون اللي مصنوع من الفوليد ومعروف عليه انه دغيا كيتشقق، والحل هنايا ساهل ماهل اللي هو ترومبلاسيوه بالكوليكتور دادميسيون الحديد اللي كاين في الاو 39. هاد جوج موديلات اللي هضرنا عليهم ضريبتهم غاليه، الفي دي هابط عليه الدوله ب 8000 درهم، والفي 6 توين توربو ديزل هابط عليه الدوله ب 6000 درهم. هذاك الشيء علاش غندوزو نهضروا على الماطر الصغار، ونبداو اخوتي بالموديل ديال 520 دي اللي ضريبته في حدود 1500 درهم. هاد الموديل كيجيب موتور ديال 2 لتر 4 سلندر كيخرج لينا 163 عود و 340 نيوتن متر في الفاز ا، و 177 عود و 350 نيوتن متر في الفاز 2. الزيرو اسون هنا كيتراوح ما بين 8.4 حتى 8.6 سكوند، وكيجي يا اما اسوسي بالبواطا فيتاس مانيوال ستادي لي رابور ولا ستيبترونيك اللي كنا هضرنا عليها، والكونسوماسيون ما كتفوش 6%. وفي حاله فحال 3 لتر توين توربو كيعاني من الفراجيليتي ديال الكلابي ديال لادميسيون اللي كتبلوكا، ومن الاحسن انكم تسبريميوها، بحيث تدارت في الاساس على قبل الريديكسيون ديال لي زيميسيون د النوكس. هاد الام 47 اخوتي معروف بالفراجيليتي ديال الكوفيرات الترموستا اللي كتديفورما مع الوقت، وضروري مره في كل 50000 كيلومتر تقلبوها، و الى دعات الضروره تبدلوها. مشكل اخر كاين في هاد الموتور اخوتي، وبالضبط في الفيرسيون ديال الفيس ليفت، هنا الشين ديستريبيوسيون دغيا كتكال واللي تقدر تقطع في اي وقت، وراكم عارفين شنو غيطرى. هاد المشكل اخوتي اللي حسن الحظ البي ام قداتو في الموديلات ديال 2011. بلان اخر خايب في هاد 2 لتر واللي هو الفولون بيماس اللي في الغالب ما كتفوتش 100000 كيلومتر، لا هي ولا لومبرياج. هاد لي موتور اخوتي اسونسيبل بحال الدريه، فإلا كنتو كديروا الزيت ديال الله يحسن العوان وكتعطلوا في التبدال ديال الفلتر ديال المازوت، عولوا انكم غتبقاو تبدلوا لي زانجيكتور والتيربو في كل فيدونج. هاد البركان المشاكل اخوتي كيتفرقع مزيان في الفيرسيون فيس ليف
في 877 عاود بحيث كيمشيو فيه لي غاليت ديال طوندور والبولي دامبر اللي كيحول لينيرجي ديال الفيل بروكان لانترناتور. وما نساوش التيربو اللي حتى هو دغيا كيعيا بسبب البوست اللي زايد مقارنه مع الفيرسيون ديال 163 عاود. رانا نعم سيدي ندوزو للموديل الثاني واللي حتى هو تعطاتو 1500 درهم وعلى بونت كانت غتهبط عليه الدوله ب 6000 درهم بحيث تعطاتو 10 ديال الخيل. وبيني وبينكم اخوتي كون غير هبطات عليه النيت هذا الموديل واللي فيه الموتور ديال 2 لتر 5 سترايت 6 سينجل توربو اللي كيخرج لينا 177 عاود و 400 نيوتن متر ديال الكوبل في الفاز ا 197 عاود و 400 نيوتن متر في الفاز 2. الموتور ديال 177 كيجي حصريا بالبواطا فيتاس مانويل 6 ديال رابور ومول 197 عاود تقدروا تلقاو فيه المانويل ولا ستبترونيك. الفيابيليتي ديال الموتور ديال الفاز ا ما بيهاش ولكن اخوتي وياكم ويسخن عليكم راسكم وتاخذوا الفاز 2 فبسبب البوست والتورك اللي طالع ضروري ما غتبدلوا هاد الحوايج. عندنا العام سيدي لي زامورتيسور ديال القدام واللور وليبرا واللي تيرون ديال الالومنيوم ديال القدام واللي بيالي ديال الديريكسيون والروتيلات دو سسبونسيون والانتركولر واللي بوجي ديال البريشوفاج والديريت لوتريسيون ديال كليماتيزاسيون لا هي ولا لومبرياج ديال الكومبريسور واللي روسور ديال السسبونسيون واللي رولمون ديال القدام ديال اليسار ديال اليمن والكاردات والسيبورات ديال الموتور الهيدروليك. ويلا بان المعنى لا فايده في التكرار هاد الموديل اخوتي المزفت ديال 525 فحالو فحال 530 اللي كيخرج ما بين 218 عاود حتى 231 عاود. هادشي اخوتي فيما يخص الماطر ديال الديزل. بالنسبه لليسونس وفي المغرب وعلى حسب ما بان ليا ان كاع لي او 60 اللي كاينين اغلبهم موديل 523 اي واللي تعطاتهم 11 عاود. وكاين الموديل ديال 525 اي اللي قليل واللي تعطاتو 14 عاود. وكاين حتى ال 530 اي اللي تعطاتو 17 عاود وهابط عليه الدوله ب 8000 درهم. اللي مهم عندنا اخوتي هو الموديل ديال 523 اي اللي كيجيب موتور ديال 2 لتر 5 سترايت 6 اسبيراسيون ناتوريل كيخرج لينا 177 عاود و230 نيوتن متر في الفاز ا و190 عاود و240 نيوتن متر في الفاز 2. الكونسوماسيون هنايا كتراوح ما بين 12% في المدينه وكتهبط حتى 6% في الطريق الطويله. هذا الموتور اخوتي معروف عليه انه كياكل الزيت واللي تقدر توصل حتى لتر في 1000 كيلومتر. المشكل اللي كاين هنايا انه ما كاينش ديب ستيك ولا لاجوج كيف ما تنقولوا وفي عوضها كاين واحد لانديكاتور في لانسترومونطاسيون ديال الاي درايف اللي بيها تقدروا تكونترولي وتفيريفيو النيفو ديال الزيت. البلان اللي خصكم تردوا ليه البال اخوتي هو السخونيه اللي الا فاتت القياس البلوك ديال المغنيسيوم يقدر يتسدي فورما في اي وقت. داكشي علاش ديما راقبوا النيفو ديال اللي كيديروا في الرواديسمون ومره مره نقيو الرادياتور وياكم ديروا الماء ديال الروبيني ولا ديال الشتا. هذا الموتور اخوتي حتى هو سونسيبل بزاف كاع وهادشي فيما يخص الكاليتي ديال ليسونس وبالخصوص الا كان فيه السفخ يعني الكبريت. وحسب اخر الاحصائيات ان بلادنا كتحتل مرتبه 60 من الاصل 99 في الترتيب العالمي ديال الكاليتي ديال الكاربيرون واللي كتصدروا المانيا واليابان. هادشي اخوتي غيعني لينا حاجه وحده ان هاد الموتور موفيزا فير في المغرب. من غير هاد الصداع ديال الميكانيكا اخوتي كاين مشاكل بانوا في الالكترونيك وفي الكوزميتيك فحال طوا اوفرون اللي كيبدا يقطر مع الوقت واللي فارك زينون ديريكسيونيل اللي كيتبلوكاو في جهه وحده. مشكل اخر اخوتي واللي كيعانيو منه الاغلبيه واللي هو ديال السيستيم دانفو ديفيرتيسمون واللي معروف بالاي درايف اللي كيطيح اون بان بسبب الفراجيليتي ديال واحد الموديول سميتو الكار كوميونيكيشن كمبيوتر. هاد الاي درايف اخوتي ماشي فحال كاع لي زيكرون اللي كاينين في الطوموبيلات حيت بيه تقدروا تعرفوا النيفو ديال الزيت والتمبيراتور ديال اللي كيديروا في الرواديسمون وبيه تقدروا تكونتروليو الكليماتيزاسيون والفروياج ديال لي بورت وحتى لي سياج شوفون وزيد وزيد. وبالعربيه تاع ربط اخوتي ما يمكنش ليكم تبدلوه.